أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئة نيت، الكشف عن فساد كبير في عمل لجنة إعمار الموصل. المدى، الصحة، نسبة متلقي جرعتي لقاح كورونا لم تتجاوز 17%. القدس العربي، الاحتلال يهدد بحرب جديدة على غزة أشد فتكاً من سابقتها. ساندي تايمز، أمريكا تحاول تغيير المواقف المحايدة لحلفائها في الشرق الأوسط من غزو أوكرانيا. واشنطن بوست، أوكرانيا تتحول لأفغانستان بوتين، فهل نسي دروس هزيمة السوفيت؟ أوبزيرفا، لماذا عبأ الغرب قواه لدعم أوكرانيا ولم يفعل الشيء نفسه مع البوسنة قبل 30 عاما؟ مجلة ناشونال انترست، شراكة جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية في مجال الجريمة الإلكترونية. كاتب عراقي، الغزو الروسي لأوكرانيا عرى نفاق الغرب، قال الكاتب والصحفي العراقي نبيل صالح في موقع ميدل إيست آي للبريطاني إن الحرب الروسية في أوكرانيا عرت نفاق الغرب ونزعت عنه لباس التقوى والصلاح، مشيرا إلى ما عانته بلاده سابقا من الغزو الأمريكي. في يوم مشمس في شيكاغو، يشق رئيسا الولايات المتحدة السابقان بيل كلينتون وجورج دبليو بوش طريقهما ويصعدان الدراجات إلى كنيسة القديس فولودومير أند أولهل أوكرانية. جاء بلا قيود وبملابس رياضية أنيقة وليس بملابس السجن المخططة التي تليق بهما على ما اقترفت أيديهما في الماضي. يقومان بكل لطف بوضع أكاليل الزهور على مدخل الكنيسة ويقفان صامتين تكريماً للمدنيين الذين يتعرضون للإبادة على أيدي آلة الحرب الروسية. ما لا يظهر في المقطع القصير والجريء هو جثث العراقيين التي مزقتها إلى أشلاء آلة الحرب الأمريكية، على النقيض تماماً من جرائم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حظيت جرائم كلينتون وبوش بحصانة عالمية، وعلى النقيض من الغزو الروسي لأوكرانيا فلم تجابه حرب العراق بأي مقاطعات أو خطابات لاذعة، ولم يصدر بحقها حتى جزء بسيط من التنديد الذي نسمعه اليوم. في عام 2003 خرجت أجيال من العراقيين تعرج من عقد من العقوبات لتجد نفسها في أتون حرب أخرى غلفت بطبقة محلات بما زعم في حينه أنه نوايا حميدة لدى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. قضى مئات الآلاف من العراقيين نحبهم مبكراً وبكل هدوء بفعل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، ومن نجا من العراقيين لم يسلم فيما بعد من الدمار الذي ألحقه بالبلاد والعباد القصف الجوي المتكرر. وانتقد في مقاله أنه في حين تحظى أوكرانيا بتعاطف لا نهاية له من الغرب فإنه نسي العراق. ونبقى مع مقال الكاتب والصحفي العراقي نبيل صالح في موقع ميدل إيست آي الذي يروي تفاصيل الغزو الأمريكي للعراق وما يجري من تعاطف الآن في أوكرانيا من قبل الغرب. يبدو أن الأطفال العراقيين الذين ولدوا بمختلف أنواع التشوهات والعاهات ليسوا كافين للتذكير بأنها لم تكن الديمقراطية وإنما اليورانيوم المنظم والفسفور الأبيض اللذان كانت الولايات المتحدة تنشرهما في أماكن لم يكن لديها بالفعل أي اهتمام بهما. وحتى بعض الأمريكيين الغاضبين والمعارضين للحرب والذين يندبون هذه اللطخة في جبين الاستثنائية الأمريكية يصفون ذلك بأنه خطأ أو سقطة، كما يذكرنا بذلك الشاعر العراقي سنان أنطون.
كما لو أن ذلك يعني وجود حالة من السذاجة في مستوى صناعة القرار وسوء حسابات يمكن أن يتفهم بل وربما يغتفر في بغداد. أطلقت آلة الحرب الأمريكية عربدة موت ماجنة رافقتها زغردة جنونية داخل غرف الأخبار الأمريكية، حتى كتب سافاير في عام 2003 يقول: أعطوا الحرية فرصة فانفتحت أبواب الجحيم. وثقت قاعدة بيانات عدد القتلى في العراق ما معدله 315 مدنيا في اليوم أثناء الغزو الأمريكي للعراق في الفترة ما بين 20 من آذار مارس والتاسع من نيسان أبريل 2003. أصيب ما يقرب من 22 ألفا آخرين بجراح خلال مرحلة الغزو وحدها، أما الآن فقد بلغ موتانا ما لا يحصى عدده. ويضيف الكاتب مستذكرا غزو العراق: تساقطت القنابل العنقودية على حديقة عائلتي، ثم غدا نادرا من بعد أن نام على السطح، فقد بتنا نخشى على أنفسنا ليس فقط من الرصاصات والشظايا الطائشة، ولكن أيضا من القوات الغازية أن تداهمنا وتلتقطنا الواحدة تلو الآخر كالحمام، كما جرت عادتهم في التعامل مع تلك المخلوقات المختلفة التي جاءوا ليحرروها، فما كان منهم إلا أن أمعنوا في أبنائها وبناتها قتلا واغتصابا. يقول الكاتب علي حسين: كان المالكي يصف حكومة الأغلبية بأنها سفينة النجاة للعملية السياسية في عام 2016، إلا أنه يقول عام 2022 إن حكومة التوافق هي وحدها التي ستنقذ العراق، وإن الأغلبية تذهب بنا إلى المجهول، فمن نصدق؟ لم تخلو قضية التوافق والأغلبية من بعض الفكاهة، ومن هذه الفكاهات المؤلمة أن المواطن المسكين يجد أن البلاد تذهب إلى المجهول، وأن فكاهيات الانتخابات لن تنتهي، وأن الجميع مصر على أن يحصل على كل ما يريد. يدرك السيد المالكي جيداً أن الناس كانت تأمل ببناء مجتمع يتسع للجميع، لكن الواقع يقول إن البلاد لم تعد تتسع إلا لأصحاب الصوت العالي، وهذا ما جعل منطق الإقصاء أو الإلغاء يسري في الحياة السياسية التي لم تعد تحمل من السياسة سوى اسمها فقط، حيث تحولت إلى وكالة تجارية تدار بمنطق الغنائم. وإن المعارك التي يخوضها المالكي ومقربوه ليست على بناء نظام سياسي حقيقي، وإنما على من يحصل على امتيازات الصفقة ومنافعها. وأصبحت السياسة عند البعض تختزل في منصب أو مقاولات أو مقعد في البرلمان. إن الترديد الشعارات والهتافات لا يطمئن الآخرين، ذلك أن منطق الميكيافيلية يتحكم في كل مواقف نور المالكي، ناهيك عن العتامة التي تخيم على معظم المواقف والضبابية التي اجتاحت معظم خطواته في الحكم. السيد المالكي: إن الحوار الحقيقي هو في إشاعة مفهوم المواطنة ومحاربة الفساد وحكم القانون العادل على الجميع، وبغير ذلك فخطبكم وشعاراتكم لن تجلب لنا إلا الكوارث التي ستستمر حتى لو عقدتم مليون جلسة حوار مع رؤساء ووجهاء العشائر. فمن غير المعقول أن القوى السياسية تغل يدها أمام الشعب وتعامله كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. يضيف الكاتب: ولهذا كله أرجو من السيد المالكي أن يحسم موقفه ويعلنه بكل وضوح، هل هو مع شراكة حقيقية أم أنه يسعى لبناء نظام الحزب الواحد والصوت الواحد والزعيم الواحد، والأهم من كل هذا والأهم من كل ذلك أن يكون مستعداً لسداد ثمن إقدامه على تهميش الآخرين وإقصائهم، وهو ثمن سيكون باهظاً حتماً. يعاني السيد المالكي من مشكلة عميقة مع العراقيين، ولا يبدو أنهم يستطيعون حل الغاز ما يقوله.
وعن آفاق الهدنة الأمريكية الأطول في تاريخ الحرب اليمنية كتب ياسين التميمي مقالاً جاء فيه: بداية من السبت الماضي دخلت أطول هدنة في تاريخ الحرب الدائرة في اليمن حيز التنفيذ ولمدة شهرين وسط توافق تام من جميع الأطراف ورضوخاً مشتركاً للإدارة الأمريكية التي يبدو أنها ساومت جماعة الحوثي بشأن الهدنة مقابل وقف جهود حثيثة في واشنطن لإعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية. تحت غطاء كثيف من المبادرات والمشاورات والحوارات التي جرت في العاصمة الأردنية والمشاورات أحادية الجانب التي ترعاها السعودية حالياً في الرياض تحت المظلة الإسمية لمجلس التعاون الخليجي، أنجز المفاوضون الأمريكيون هذه الهدنة في العاصمة العمانية مسقط بمساهمة كبيرة من الحكومة العمانية دون أن يعني ذلك على الفور أن الأمور تتجه نحو السلام الذي ينبغي أن يتأسس على إرادة توافقية يمنية وعلى استعداد الأطراف للتنازل عن المكاسب غير المشروعة للحرب. هذه الهدنة كانت بحكم المستحيل قبل أن يفشل الحوثيون في تحقيق هدف إسقاط مأرب والذي تحول إلى مهمة مستحيلة تقريباً لأسباب عديدة أهمها الصمود الأسطوري للكتلة البشرية المناضلة في مدينة مأرب واعتماد واشنطن والرياض مبدأ المعادلة الاستراتيجية في جبهة مأرب والدفع بالمدينة إلى صدارة الاهتمام الدولي كهدف غير قابل للاستباحة على نحو ما كان عليه الحال مع غيره من الأهداف التي استباحها الحوثيون تحت أنظار الجميع وربما بمؤازرتهم إلى حد يمكن معه القول إن مناطق اليمن وضعت عمليا بين يدي الحوثيين طيلة السنوات الماضية من زمن الحرب. الجديد في هذه الهدنة أنها أعادت الأمور إلى نصابها، فقد تولت الحكومة الشرعية وإن بصورة اسمية بالتأكيد الموافقة على الهدنة، وبدأ ما يسمى بتحالف دعم الشرعية طرفاً مسانداً لما اتخذته الحكومة من موقف حيال هذا الاتفاق، وقد يأتي في حدوده في شكل مفاوضات مرفوعة السقف مع جماعة الحوثي وصولاً إلى تسوية قد تنتج وضعاً جيوسياسياً جديداً عنوانه التقسيم بحسب الكاتب. نشرت مجلة أوبزيرفر مقالاً للصحفي إيد فوليامي الذي غطى حرب البوسنة ومجازرها قبل 30 عاماً. أوكرانيا مهمة وكذلك كانت البوسنة، فأين كان الشجب حينها؟ هذا الأسبوع سنتعرض لتقارير مروعة من أوكرانيا، القسوة الإجرامية والمعاناة الإنسانية والتصميم في مواجهة كل هذا، وقد تم شجب غزو فلاديمير بوتين على أنه أسوأ عنف تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك وقبل 30 عاماً هذا الأسبوع تم تفجير عملية إجرامية مشابهة في البوسنة والهرسك، ففي السادس أو السابع من نيسان أبريل اعترفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باستقلال جمهورية البوسنة لترد الميليشيات الصربية والقناصة الذين تدعمهم روسيا النار على العاصمة سراييفو بشكل فتح العنان لأسوأ مذبحة عانت منها أوروبا منذ الرايخ الأول، ونأمل ألا تحمل أوكرانيا اللقب إن لم تكن حملته، ولأن ذكرى تلك الحرب في سراييفو التي ستحيا أكثر تزامناً لأن الأصداء واضحة جداً وكذا صدمتها. نحن معكم ليس لأننا نقف معكم ولكن لأننا كنا هنا، ولكن هناك خلافات مثيرة للدهشة، ففي الوقت الذي سارع معظم الغرب إلى دعم أوكرانيا إلا أنه لم يتعامل مع العنف ضد المسلمين البوسنة والكاثوليك الكروات بالحيرة واللامبالاة، وبينما يطلق عليه بالمجتمع الدولي بالترضية وحتى دعم المعتدين الصرب وصرب البوسنة. وسلح الغرب المقاومة الأوكرانية للروس إلى أن الغرب فرض حظراً على تصدير السلاح لكل الأطراف، مما أدى إلى تقييد الجيش البوسني الناشئ
مما أعطى الطرف المعتدي المدجج بالسلاح الفرصة لمواصلة عدوانه. وقال الكاتب إن معظم 100,000 من القتلى وملايين المهجرين كانوا من المسلمين الإسلام، ويرى معظم الناجين أن تواطؤ الغرب ضدهم جاء بسبب كونهم مسلمين ومسلمين فقط. قارنت صحيفة واشنطن بوست المستنقع الذي خلقه بوتين لنفسه في أوكرانيا بالفشل السوفيتي في أفغانستان. وقال غريف وايت في تقرير في الصحيفة إن موسكو أساءت تقدير قوة عدوها هذه المرة كما فعلت سابقا، وأضاف أن الكرملين رهن خياراته كلها بانتصار سريع وعملية بدون مشاكل لحل مشكلة جار خرج عن الفلك الروسي. تحولت الحرب التي قصد منها إظهار التفوق العسكري الروسي إلى حرب دموية ومظهر محرج عن الضعف، وهي عملية تهدد نجاة النظام المتمترس. وتعثرت روسيا في حملتها التي مضى عليها 5 أسابيع بشكل يشبه الغزو المتسرع لأفغانستان، والذي أسهم بانهيار الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. ويحوم ذلك النزاع الذي وقع قبل 4 عقود فوق الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يحاول الخروج من مستنقع خلقه لنفسه. ويقول المحاربون القدماء إن بوتين لم يتعلم جيدا من دروس تلك الحرب المهمة، بما في ذلك التقليل من القدرات العسكرية وإساءة الحكم على الأعداء. ونقل الكاتب عن المحلل السابق في CIA بروس ريدل قوله: أساء الروس تقدير الأفغان في الثمانينيات من القرن الماضي، ويبدو أنهم أساءوا تقدير أوكرانيا اليوم. وقال ريدل: هناك على ما يبدو مفارقة في الفشل، فبغزوه أوكرانيا كان بوتين مصمماً على استعادة المجد الذي خسرته روسيا عندما انهار الاتحاد السوفيتي، وهي مناسبة وصفها بأنها أعظم كارثة في القرن، بارتكابه نفس الأخطاء التي لا تزال تلاحق روسيا اليوم. وضع بلاده والقوة الروسية في محل الشك. لم يمضي على دخول القوات الروسية أوكرانيا سوى شهر، أما الحرب في أفغانستان فاستمرت على مدى عقد تقريبا، إلا أن الغرب أظهر وحدة غير متوقعة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا. وهذه المرة لم يأتي الدعم من الظل بل بشكل علني، كما أن الأسلحة كانت متقدمة هذه المرة. فمعظم الدعم للمجاهدين جاء على شكل أسلحة صغيرة مثل البنادق، ولم تصل صواريخ ستينجر المضادة للطائرات إلا في السنوات الأخيرة من الحرب. استعاد أهل قطر من مواطنين ومقيمين وزوار البلد أجواء رمضان التي تعودوا عليها كل سنة، مع طلقة المدفع إذانا بميقات الإفطار. وتنتشر في قطر عدد من المدافع، يوضع المدفع الحربي الأول في ساحة جامع محمد بن عبد الوهاب، وآخر في ساحة الحمام بسوق واقف التراثي، والمدفع الثالث عند الواجهة الجنوبية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، حيث تحولت المؤسسة لأحد أهم وتوافد الوجهات في قطر الأسر إلى هذه المواقع، ويصطحب الأهل أطفالهم ويحملونهم ليشهدوا إطلاق مدفع رمضان، ويلتقط معه وحوله صور تذكارية. وقبيل موعد الأذان بوقت كاف تجمع كثيرون حول المدفع واقتربوا منه وتجمهروا حول ماسورته. وتتيح القوات المسلحة القطرية راعية المدفع للجمهور قبيل الموعد فرصة الاطلاع على الآلة التي تستخدم في الحروب، لكنها تحولت مصدراً لسعادة الأطفال كما الكبار. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع، فتابعوا معنا.
شكرا لحسن المتابعة، استودعكم الله.